انا ما اقدر انزل ترى هك. هاي دجاجه. بابا هاي المواد غذائيه والدجاج. يلا تعطيهم. ثواب السيد الشهيد. لابو البنيات هذا الطير المحتاج هذا. يا الله. يا امير المؤمنين. يا الله. هاي الدجاجه. هاي طيها لهلك وديها لبيت ابو احمد. خل اعطيك بعد وياها الدجاجه. هات كيس لحم، كيس لحم متروم ذبح شرعي. وهاي الدجاجه. الله. وهذا للسيد ابو البنيات هذا المحتاج. هات جوارينكم السيد ابو البنيات المحتاج. يلا عزيزي. فد لحظة فد لحظة. تعال تعال. وين ماخذ؟ تعال تعال جيبها 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 بابا. خليه وحدة البيت ابو احمد وحدة ابو احمد. ها تعالوا تعال بابا. روح بابا روح. هاي وصلت. كان انت ماخذ الدول ما احتاجين. يلا انا الشيخ عمار. بابا فتح الباب واخذ المواد الغذائيه. وش بابا هاي اللحم وال شو اسمه بالباب؟ عين هاكم هاي الدجاجه. وهذا كيس لحم متروم ذبح. وهاي علاقة مواد غذائية لكم. وهذا للسيد المحتاج هو وبنياته. ها جبالكم. اقروا الفاتحة للسيد الشهيد وقولوا له يقرأ الفاتحة. يلا عيني هاي العلاقة الأخيرة لأنه أذن الإعدام بعد. جزاكم الله خير. وهاي الدجاجة. هاي الدجاجة. عائلة أيتام متعففة. نسأل الله أن سبحانه وتعالى يتقبل منا ونكون صالح الأعمال. تعالوا بابا اخذوا المواد الغذائيه. وليدي حبيبي انا شيخ عمار. هاي مواد غذائيه. وهذا لحم متروم ذبح شرعي هذا. وهاي الدجاج. يلا قول الفاتحه للسيد الشهيد وليدي.